لماذا جهاز أدفيا من شركة سيمنز الألمانية هو الأنسب لفحص الدم للخيول؟ ذلك لأن جهاز أدفيا بيقوم بعملية تقليب مستمر وطريقة علمية مدروسة بحيث يكون الدم متجانس وقت سحب العينة، وذلك لأن طبيعة الدم في الخيول تختلف عن نظائرها في حيوانات أخرى مثل الإبل، وده اللي تظهره التجربة اللي هنوريها لحضراتكم. أنبوب اختبار للخيل بيظهر أن الدم مترسب زي ما احنا شايفين، بينما الأنبوب الآخر للإبل لازال متجانس في نفس توقيت ترك العينتين أو الأنبوبتين، وده بيبين أن لازم يكون الدم متجانس حتى يعطي قراءة دقيقة وصحيحة. لذلك كان اختيار مختبر كاميولا لهذا الجهاز نظرا للدقة الفائقة اللي بيتمتع بها، ولأن معظم المختبرات العالمية مثل مختبر روزدال بالمملكة المتحدة وجامعة كورنيل بالولايات المتحدة تستخدم نفس الجهاز. شكرا، ودائما في خدمتكم مختبر كاميولا.